بكم معالي الوزير، شرفتمونا كثيرا. أولا، كيف منتدى دافوس في داليان؟ كيف الأحوال؟ شكرا لاستدعائكم. يعني كان ملتقى جيد، فيه كثير يعني من أصحاب القرار الاقتصادي والسياسي، وكانت فرصة لتدارس الوضع الاقتصادي العالمي. المحور الأكثر محور هو كيف يعني نزيد في فرص الاستثمار ونحسن التنافسية ونخلق فرص نمو عبر التجديد. يعني التجديد والابتكار الكل يعني مجمع كونه حتى في البلدان الصاعدة، الاقتصاديات الصاعدة، اليوم سنخرج من فترة التنافسية تكون فيها تنافسية أسعار إلى فترة تكون فيها تنافسية الجدوى والابتكار. وعلى هذا المستوى يعني كانت لقاءات ويعني تلاقح أفكار من المستوى الراقي، وإن شاء الله يعني فيه أفكار ستتبلور للتخطيط لمستقبل أفضل لكل الاقتصاديات العالم إن شاء الله. نعم، هل تحدثتم مع المسؤولين الصينيين؟ كان لقاء لنا مع الأخ الوزير كاتب الدولة للصناعات في شقيقة الصين. كان لقاء يعني مثمر، كان فيه انصات كبير واهتمام كبير بتونس، وكما تعرفوا احنا زاد كيف في تونس لنا اهتمام كبير، وفيه عزم ان شاء الله على تعزيز التعاون، لانه التعاون الصيني التونسي اليوم فيه قدرات وفيه يعني فيه امكانيات كبيره لازم نبحث عليها ولازم نعمل عليها من الطرفين حتى ننميها وتولي فرص حقيقيه لزياده النمو في البلدين. ما هي الامكانيات؟ الامكانيات يعني على اصعده مختلفه. انا كوزير صناعه يعني اول الاشياء اللي درستها هي فرص الصناعه. تعرف ان الصين عرفت تطور صناعي كبير وعندها مقدار اليوم من التكنولوجيا ومن الإنتاجية ومن المعرفة الصناعية اللي بدنا يعني كبلد عنده علاقات طيبة مع الصين بدنا نستنفع منها في تونس. ذكرنا بعض المجالات، من أهم المجالات اللي ذكرناها مجال الطاقة، مجال الطاقات المتجددة اللي هو شيء يعني مهم عندنا في تونس وسيكون في نظرتنا الاستراتيجية وفي السنوات المقبلة من أهم الميادين اللي نحب نستثمر فيها. ولكن الاستثمار مش بشراء التقنيات، الاستثمار بخلق فرص عمل. احنا في تونس عندنا متطلبات تشغيل كبيرة، وخاصة لحاملي الشهادات وأصحاب المهارات، وفي استراتيجيتنا إن شاء الله حنستثمر في كل الميادين اللي توفر فرص عمل لهذا الصنف من الشغالين. ومع الجانب الصيني يعني بجانب ميدان الطاقة، في ميدان التعدين معادن، ميدان التعدين، ولكن كذلك في ميدان الاتصالات في شركات صينية اليوم عالمية كيف هواوي، عندها علاقات بتونس، عندها علاقات تجارية، واحنا ودنا العلاقات التجارية تصبح علاقات أكثر من تجارية، علاقات في الإنتاج. وبحكم الموقع الجغرافي لتونس والنفاذ الجغرافي والثقافي والاقتصادي اللي عندنا في المنطقة المحيطة شمالا جنوب أوروبا والسوق الأوروبية بصفة عامة، وكذلك جنوبا إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، يعني مع شركات كبرى صينية ومع السيد وزير الصناعة نستشرف كثير من الفرص لتعاون مثمر يعود إن شاء الله بالنفع للبلدان. اليوم الميزان التجاري مختل بين تونس والصين، يعني الصين بتصدر لنا أكثر من اللي احنا بنصدره، ما فيش. والهدف بتاع هدايا هو تنمية هذا الميزان التجاري وإعطاء مزيد من التوازن عبر مشاريع كما
هذا المنتدى الابتكار أو الإبداع، هل عند الحكومة التونسية سياسات اللي تشجع الإبداع والابتكار؟ يعني هو اليوم أكثر من إرادة، يعني احنا مجبرين اليوم على الإبداع، لأنه كما تعرف التنافسية كما قلت لك مستقبلها مش يكون أكثر من يعني في ميدان الإبداع. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، احنا لنا شعب قام يعني عنده تطلعات، والشعب دائما تعلم، يعني عنده مستوى تكوين ومستوى تعليمي جيد، يعني الاستاندار تاع أوروبا وتاع يعني البلدان المتقدمة، ولكن الاقتصاد حتى اليوم من هذا ما هوش قادر يوفر لهم الشغل الكافي، مواطن الشغل الكافية. فالنظرة نتاعنا للاقتصاد، تطوير الاقتصاد اليوم هو اقتصاد ذا محتوى ذا قيمة إضافية جيدة، وباش نوصلوا للهدف هذا يلزم التجديد. وعندنا مشروع كبير يعني في تونس من إيجاد مناطق للبحوث، التكنو باركس، يعني الأقطاب التكنولوجية، دعم مراكز البحوث، دعم البحوث التطبيقية، تقريب الصناعيين من مراكز البحوث، وتكوين سلسلة متكاملة باش تعطينا القدرة حتى ننافس في منتوجنا وتعطي فرص التشغيل للشباب المتعلم المتكون وصاحب مهارات. نعم، أظن تقريبا نفس الحال للصين، لذلك نقوم بالإصلاح وتغيير نمط النمو الاقتصادي. فكما ألقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كيتشان كلمة في المنتدى عنونفو، شرح بعض السياسات الصينية الاقتصادية، ما رأيكم في هذه السياسات؟ يعني هو كما متعارف يعني عليه الصين حققت يعني إنجازات كبيرة في العشرين سنة الفارطة الاقتصادية، يعني وصلت لمدة سنوات بمستوى نمو 10%، يعني في على بلد كالصين واقتصاد كالصين وشعب على كبر الصين، يعني هذا معجز يعني من مستحققات. لكن الآن نواجه بعض التحديات. يعني الصين وصلت خلقت 120 مليون موطن شغل تقريبا، أضافت للاقتصاد العالمي، أضافت للاقتصاد العالمي ما يقارب 2000 مليار دولار من الدخل الخام. ولكن كيف كل نمو يمر به الإنسان، الاقتصاد في مراحل متاع مراجعات، اللي فهمته يعني من المسؤولين الصينيين كونوا اليوم في مرحلة مرجعية، وإحنا نظن كونوا ونفكروا يعني المسار هو هذا مسار صحيح، يلزم مراجعات رغم النجاحات، يلزم مراجعات، والمراجعات هي نحو مزيد من التوازن، نحو مزيد من الاستقرار في الاقتصاديات، ونحو مزيد من التفاعل بالمسؤولية الجديدة للصين كدولة نامية عندها مسؤوليات يعني دولية كبيرة، ولكن عندها مسؤوليات داخلية كبرى. واليوم يعني في وعي كبير، وهذا اللي فهمناه من الخطاب بتاع السيد وزير الأول، كونه هو مواصلة النمو ولكن بشروط توازنية، شروط تناسقية داخليا وخارجيا. وهذا شيء بشر كثير، وهذا يعني شيء يحتاج له اليوم الاقتصاد العالمي ككل، لأنه في السنوات الأخرى يعني فما اقتصاديات كانت فتية والآن كانت لها أصبحت لها مكانة كبيرة في اقتصاد العالم، ويلزم يعني إعادة قراءة من أجل أكثر توازن وأكثر استقرار، والاستقرار هو ضمان للاستثمار وللنمو. نعم، والآن للأسف نرى أن الأوضاع في الشرق الأوسط غير مستقرة، هناك أحداث كثيرة سلبية يعني تؤثر في الاقتصادات في المنطقة،
فهل تأثر الاقتصاد التونسي بسبب هذه الأشياء؟ يعني الاقتصاد احنا يعني في وسط التحركات اللي صايرة في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، يعني في تحولات، فيها تحولات سلمية وفي تحولات اقل سلمية، يعني احنا في وسط هذه التحولات وبنعيشها، طبعا فيه تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، ولكن في تحليلنا على الاقتصاد التونسي هي يعني تأثيرات مرحلية. نعتقد بالإمكانيات والوضعية بتاع تونس إن شاء الله قادرين باش نقصوا بالاقتصاد، وباش بعد راحت هذه التحولات المرحلية إن شاء الله ممكن نشوفوا على المدى البعيد ممكن هذه من التحولات ومن التغييرات باش تعطينا نفس جديد، لو نقدر يعني نعطي للشباب فرصته في العمل وفي بدل وفي المساهمة في هذا الاقتصاد الابتكاري، يعني ولكن ما فيش كونه اليوم يعني واقع بعض الاضطرابات، لأنه كل عدم وضوح السياسي بيأثر على الاستثمار، وكل تأخير على الاستثمار يأثر يعني مباشرة على الاقتصاد. وإحنا بصفة عامة نتمنى كون المرحلة هذه تمر بسرعة في تونس، احنا في نهاية المسار الانتقالي اللي هو مسار ما فيهوش عنف، فيه يعني صارت حوادث مأساوية نأسف لها، ولكن الشعب التونسي قدرته على تخطي ذلك، وان شاء الله في البلدان الشقيقة نرجع الأوضاع زاد أكثر استقرار، لأنه كيف استقرار فيه منفعة للشعوب المنطقة كاملة. نعم، هل هناك إجراءات تتخذها الحكومة التونسية خاصة لكي الإيجابية جدا أو والأوضاع تواجه؟ طبعا في تأثير، لأنه الشارة ليبيا يعني كانت سوق لتونس وشريك اقتصادي يعني في مهم على اقتصاد تونس، ولكن لما نحلل 75% إلى 80% من مبادلاتنا واقع مع أوروبا، وكيف نحلل مليح الوضع الاقتصادي بنشوف اللي تأثير الأزمة الاقتصادية في أوروبا عندها أكثر تأثير على وزن على الاقتصاد التونسي من التأثيرات التغيرات وعدم الاستقرار اللي موجود في المنطقة العربية. ولكن بالرغم هذا كيف نشوفوا اقتصادنا يعاني من بعض المشاكل، نحن عازمين ان شاء الله، وان شاء الله الحكومة اللي باش تجي من بعد الحكومة هذه الوقتية ان شاء الله تواسع، عازمين نبداو في اصلاحات هيكلية للاقتصاد التونسي وتهيئته واعادة دفعه نحو النمو اكثر. احنا النمو اليوم في تونس ما يعادل 3.5%، ونعتقد كونه في تونس قادرين لو رجعنا الى استقرار داخلي واقليمي ورجعت اوروبا لنسق نمو يعني عادي، قادرين نعمل يعني ارقام نمو ان شاء الله يكون زاد متوازن بالضعف او اكثر. شكرا معالي الوزير. اعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا على حسن متابعتكم. الى هنا تنتهي حلقتنا اليوم، الى اللقاء.